بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم هو الأربعاء الموافق 20/10 عام 1449 من بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، المقابل 5/8/2048 من ميلاد النبي عيسى عليه السلام. هذه الحلقة 117 من سلسلة حلقات في برنامج بعنوان برنامج عام عن الأديان. موضوع الحلقة اليوم هو فهم شيء من آيتين في سورة الأنعام، التشابه والمشتبه الذي ذكرته الآيتين الكريمتين التي سنقرأها من سورة الأنعام، وهي الآية 99 و 141 في نفس السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طبعها ونوان دانية وجنات من عناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. هذه الآية 99 من سورة الأنعام. نقرأ الآية 141 من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، النخل والزرع مختلف أكله أكله، والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابها وغير متشابه. كلوا من ثمره إذا أثمر وأتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. طبعا الآيتين الكريمتين تتكلم عن التشابه بين الأشياء من صنف واحد، وقد ترى مثلا أناس متشابهين في لبسهم وفي خلقتهم كأن يكونوا توأم، وفي أشياء كثيرة، لكن حقيقة الأمر المشتبهين عليك من كثرة التشابه، لكن حقيقتهم من غير متشابهين. القرآن الكريم يعلمنا أن نفحص الأشياء، لا نأخذ الأشياء بظاهرها فقط، يجب فحصها والتأكد منها. ترى سيارتان جميلتان من الخارج نفس الاطلاع، نفس الوضعية، نفس الشكل، نفس الطراز، لكن لا يجب أن نتوقف عند هذا. عندما يقول لك إنسان اشتر هذه السيارة، اختر أحد هاتين السيارتين، فإنك لابد أن تفحصها لترى هل هي متشابهة أم لا، هل هي متماثلة أم لا. هي مشتبهة عليك، لأن من كثرة التشابه مشتبهة، يعني من صعب التمييز بينها. لكن عندما تغوص فيها وتبدأ تفتشها يظهر لك التباين، يظهر لك نسبة عدم التشابه. فترى المحرك يختلف مثلا، ونقل الحركة يختلف، عمود الهواء يختلف، و الدفرنشل اختلف إلى آخره. إذن الإسلام والقرآن يعلمنا، الله يعلمنا أننا لا نكون سذج وبسطاء يضحك علينا يغرب لنا الآخرين، هذه كذا وهذه كذا، لا يجب الفحص. وإلا ما الفائدة أن الله يعلمنا
ان انواع الزيتون متشابهه او مشتبه او غير مشتبه، ولا الرمان ولا اي شيء. هذه هي مثال، هذه هي الشيء اللي نقيس عليه، نقيس عليه كل شيء في حياتنا. ترى شخصان كلاهما يدعي الاسلام، فهما في الظاهر مسلمين، لكن هذا منافق وهذا مسلم. كيف تختبره؟ تختبره بأشياء، آية المنافق وتصرفاته وأشياء ما يظهر له، فإن الإنسان إذا أخفى شيء تظهر عليه. وما تكون عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. المساجد كذلك أشكالها واحدة، لكن هناك مساجد أسست على التقوى وهناك مساجد ضرار. والرسول عليه الصلاة والسلام هدد مسجد ضرار. الرسول لم يكن يعرف مساجد متماثلة ناس يصلون فيها نفس الشيء، نفس الأشخاص، نفس ما يقال. لكن عندما أعلمها الله أن هذا ليس كهذا، والقرآن ذكر ذلك الكلام في سورة التوبة، كما نرى الطباشير والجبن شوكن تشيز، الطباشير والجبن بيضاء نفس الشيء، مشتبهة من كثرة التشابه بنا يشتبه عليك الأمر، يلتبس عليك الأمر، هل هذا الطباشير أم هذا الجبن؟ لكن عندما تفحصها تجدها غير متشابهة بنسب 100% أو بنسب 60% أي شيء. إذن القرآن الكريم يعلمنا، مثلا يقول انظروا إلى ثمره، انظروا إلى ثمره في الآية 99، إذا أثمر وينعه اختبر بثمره، انظر جس نبضه، ريحته تطلع، لونه ينعه لما يثمر. أضربك مثال، التين، التين هناك تين أسود وتين أبيض، يعني ينعها ذاك يعني ينضج وهو أسود، وهذا ينضج وهو أبيض، فمش متشابهة في طعمها لكن غير متشابهة في لونها. إذن نراها بميز عنها بلونها أو بطعمها. إذن يجب علينا أن نميز الأشياء ولا نكون سطحيين، يعني يكون الآخرين، نكون موضع سخرية للآخرين. فالمسلم لا يغلق من جحر مرتين، والمسلم يجب أن يكون قوي. نعم المسلم أخلاق وطيب، ولكن هناك أهل الشر وأهل الذين لا يفهمون إلا بالقوة، فيجب التعامل معهم بالقوة كما أمرنا الله بهذا. إذن لا رأينا سورة الأنعام الآية 141 عندما تقول كل مشتبها وغير متشابه وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر، يعني عندما تأكلون بالثمر تتأكدون هو متشابه، كم نسبة التشابه وكم نسبة عدم التشابه، تأكلون كم نسبة المتشابه أو غير متشابه عندما تفحصه، وتحقق يوم حصاده عندما تتأكد بين العقائد الخطأ ثم تأتي للعقيدة الحقيقية وهي الإسلام، فأتحقق صحة يوم حصاده. انشر الإسلام، ثمرة العلم، زكاة العلم، كما أن زكاة الثمار. والقرآن لا أكثر من معنى. إذن يجب على الناس أن يتدبروا القرآن. القرآن ليس كلام سطحي، إنه أعمق من ما يتخيله الناس. قلنا أن الإنسان المسلم يجب يكون قوي في الحق، ويجب أن لا يكون مضحكة للآخرين، كما قال أن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون. يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا، في ناس ظالمة معتدون لا يفهمون لغة القوة،
فيجب استخدام القوة معهم والاستخفاف بهم والاستهزاء بهم، لأن هذا الشيء الذي يردعهم مصالحهم ومصالح المجتمع، كف شرهم. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم أحد ونحن له مسلمون. سورة العنكبوت آية 46. إذن كل حالة لها وضع خاص، لها وضع خاص عليها. الآيتين الكريمتين تنبهنا أن هناك أشياء في حياتنا تشتبه علينا، أحيانا متشابهة بالنسبة، أحيانا غير متشابهة بالنسبة، مشتبهة. إذن يجب الإنسان يكون لديه من العلم الكافي للتمييز بين الأشياء. ولا ليس الهدف أن ما الهدف أن الله يقول لنا أن الرمان أشكال والزيتون أشكال وأنواع الزيتون تشتبه عليك، ولكن حقيقة الأمر ليست مشتبهة، وأنواع الرمان تشتبه عليك من بعيد مثلا وليست مشتبهة. ليس هذا الهدف فقط. القرآن يعني إلى أشياء كثيرة. هناك أمور في حياتك تمر عليك، أبنائك مثلا أو أزواجك أو أخوانك أو أقربائك أو معارفك، ومن احتكيت بهم احتكوا بك في أي مدرسة كانت، لا بد من التمييز بينهم من الغث والسمين. تأخذ زملائك مثلا في دورتك ولا في مدرستك، ولا هم في غاية الاشتباه، كلهم يثنون عليك، كلهم يقولون الكلام معسول، كلهم يخاطبونك بكل محبة واحترام وبأحسن كنية، يظنونها يعني تسعدك، كلهم إذن هم مشتبهون. لكن حقيقة أمرهم أنهم غير متشابهين. عندما تضعهم في اختبار يطلع الغث من السمين، يظهر معدن الناس، والناس معادن كانت الذهب والفضة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، كما يقول الشاعر: الأجواد العشرة مات منها والأندال العشرة عفت مالها. يعني قصة المعروفة، قصة المهادي وإلى آخره. لكن نرجع، فتراهم عندما زملائك أو أقربائك أو معارفك في اختبار معين، هذا ما يجب أن يكون، يظهر الغث والسمين، يظهر الصديق من العدو من المنافق، يظهر المعدن، معدن الرجال الذين لا يبغون الصداقة والزمالة بل يتحملون. هنا معدن الناس، طبعا تتحمل صديقك وزميلك وقريبك، لكن إذا كان مخطئ فلا بد من قول الحق، إن هذا من صالحه وصالحك، وإلا أصبحنا منافقين. الاختبار لابد، فيظهر من هو الذي صديق ومن هو الذي عدو، وإلا بدون اختبار بدون تمحيص فكيف نعرف الأمور؟ الناس ما أكثر الأصدقاء حين تعدهم، ولكنهم في النهاية قليل. لابد من اختبار الأشياء حتى تتخذ موقف منها وتضعها في موضعها الحقيقي. أصدقائك وزملائك وأقربائك اجر عليهم التجارب حتى تعرف من الذي هو حقيقة الأمر الصديق، ومن هو الذي منافق، ومن الذي يغش ويخدع ويجامل ويكذب. لابد من الاختبار. ما فائدة أن نختبر؟ نأتي بطائرة تشترى بمئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية وغيرها، لابد من اختبارها، اختبارها في الإقلاع، اختبارها في أنواع الطيران، اختبارها في الانهيارات، اختبارها في كل شيء، محركات كل شيء اختبار، حتى باص التست يعني، حتى تجتاز الاختبار. ولا ما الفائدة؟ ترى الطائرات متشابهة أمامك، مشتبهة من كثرة متشابهة لا تستطيع التمييز بينها إلا عندما تغوص في أعماقها. لأن القرآن الكريم يعلمنا أن نختبر الأشياء، وأننا لا نختبي نكون سطحيين كما يفعل بعض الناس من أو الأجناس، خاصة العرب، فإنهم سطحيين بطبيعتهم، لا يحبون التأكد كثيرا،
وقد رأيت أنا شخصيا من ما يقال اختبار الطيران، ويختبرونه المفروض يختبرونه في أوروبا، يختبرونه في القصيم، ما فهمت. لكن لا تدريب، هذه أشياء عادية لبعض الشعوب. إذن لابد أن نتأكد ولا نترك الأمر يشتبه علينا، فلنرى أي شيء كم مقدار التشابه بينه وكم مقدار غير التشابه بينه. القرآن الكريم عميق، هذا كلام الله. طبعا ما قلنا عن هذه الآيتين الكريمتين وشيء منها، وإلا هي أعمق من كذا. كل القرآن سيبقى معجزة المعجزات حتى تنتهي هذه الحياة الدنيا، ويبقى القرآن هو لا يزال ثري معلوماتيا بكل الاتجاهات. إذن هكذا الحال يجب أن يكون، لا تبقى عندما تدخل محل تجاري تشتبه عليك الألبسة، لابد من اختبارها، هذا قطن وهذا سلك وهذا إلى آخره. عندما تذهب إلى أماكن بيع البيوت ولا السيارات ولا الطائرات ولا أي شيء من شؤون الحياة، لابد من اختبارها، الاختبار لابد من التأكد، ترى مدى التشابه، ترى مدى مناسبتها لك. ولهذا في القرآن الكريم يرشدنا لهذا في هذه الآيتين وغيرها. طبعا يجب أن نضع الشيء في نصابه بدون ما نختبره، بدون ما نتأكد، بدون ما نتعب في الفحص. سيبقى الأمر ضبابي، وسيبقى لا نعرف أين الصديق من العدو، ولا أين السمكة من الطائر في الشنفاول مثل ما يقولون. لا، لابد حتى يركب الباب على عابره لابد من التأكد. اشتباه الأمر لابد أنه يجلى بالاختبار وبالتجربة حتى يظهر البرهان الصادق الذي لا شك فيه ولا مراء لوضع الأشياء في نصابها والتأكد منها. وأنا بهذه المناسبة أحب أقول يجب علينا التدبر في كل شيء، أي شيء. عندما تدخل بيت أو تذهب إلى محل تجاري يجب تكون شديد الملاحظة كمسلم، تلاحظ، تتفكر، تسأل. لعل من نجاحة اليهود أنهم كثير الأسئلة، مثلا أرنا الله جهرة، يعني البقرة أنها بقرة صفراء لونها، يعني أسئلة كثيرة، ما لونها، شكلها، كثرة الأسئلة تثري المعلومات، تزداد معرفة. تسأل هكذا، ما معنى هذا، ما معنى هذا، تصير عندك حصيلة معلوماتية. حقيقة القرآن الكريم وجهنا، لكن مع الأسف الأكثرية يقرؤون بدون تدبر لأجل الأجر كما يقولون، وهذا شيء طيب. ولكن الأحسن، والقرآن نزل، أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس، ما قال اللي تقرأ عن المنابر أو في الاحتفالات فقط أو تحفيظها فقط. تحفيظ القرآن شيء ممتاز، لكن العمل به، ما الفائدة أن نحفظ القرآن ونمشي عكسه؟ ولماذا نؤمن به أصلا؟ وإحنا نحن نؤمن ببعض ونكفر ببعض، نفصل الدين على كيفنا. إذا كنا مضطرين هذا شيء آخر، لكن يا أخي لسنا مضطرين في أكثر الأوقات، ويبذل الإنسان شوي يتعب حتى لا يضطر. إذن هذا ما أحببت أن أقول حيال هاتين الآيتين الكريمتين. نسأل الله التوفيق والهداية، نحن نحب الجميع ونريد أن الله يكفينا شر الحروب والمشاكل والقلاقل والمحن، ما ظهر منها وما بطن. ما أجمل السلام وما أقبح المشاكل والحروب. إذن لن نقفل كل الطرق التي تؤدي للحروب، ونفتح كل الطرق التي تؤدي للسلام. يعيش بني آدم أو بني البشر
أو الإنسان في تناغم واتواد وتراحم بقدر الاستطاعة مع نفسه ومع المخلوقات التي قريبة أو معه تعيش في هذا الكوكب. وفي الختام أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.